أحيل الكلمة الآن إلى سيد أحمد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية فليتفضل. Secretary General of the League of Arab States. شكراً فخامة الرئيس الباجية. Thank you, Excellency. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسيدات والسادة. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكم سيادة الرئيس ومن خلالكم إلى شعب تونس الحبيب وحكومتها على ما أحطنا به من كرم ورعاية منذ وصولنا إلى أرض تونس الخضراء. أهنئكم على تبوؤكم رئاسة القمة العربية في دورتها الثلاثين وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا. أما أود أن أعبر عن عميق التقدير لما قام به جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين من جهود مشهودة وما قامت به المملكة العربية السعودية تحت قيادته الحكيمة من اتصالات وإجراءات خلال عام القمة العربية 29 في مختلف القضايا والأزمات العربية التي واجهتها أمتنا. سيادة الرئيس، تنعقد هذه القمة ومنطقتنا العربية تسير على خيط مجدود تتشبث شعوبها بأهداب الأمل والرجاء وترفض الانجراف إلى اليأس، عارفة بأن مكانة هذه المنطقة ودورها في صناعة الحضارة يؤهلانها لمكان أفضل مما هي عليه اليوم. ما زالت بعض دولنا تنزف وبعض أبنائنا يكابدون مرارات الصراع والإعلام والتشريد في سوريا واليمن وليبيا. بعض من أعز الحواضر وأغلى المدن العربية على نفوسنا لا زالت تعيش في ظلال الخوف وتحت تهديد الميليشيات والجماعات الطائفية والعصابات الإرهابية، وجميعنا يعرف أن الحلول السياسية هي الكفيلة وحدها مع نهاية المطاف لإنهاء النزاعات وجلب الاستقرار. فلا غالب في الحروب الأهلية وإنما الكل مغلوب، المهزوم مغلوب والمنتصر مغلوب. لقد تعرض الأمن القومي العربي خلال السنوات الماضية إلى أخطر التحديات وأشرس التهديدات في تاريخه المعاصر، حتى صارت جراحنا النازفة تغري كل طامح بالانقضاض وتدفع كل طامع للتدخل في شؤوننا. الحق أن هذه التهديدات كلها، سواء تلك التي تنهش المجتمعات من داخلها وعلى رأسها الإرهاب وانتشار التشكيلات المسلحة خارج سيطرة الدولة، أو تلك التي تتربص بها من خارجها وفي مقدمتها اقتراء بعض القوى الإقليمية على الدول العربية، أو نكبة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 7 عقود ويزيد، أقول أن هذه التهديدات كلها وهي متشابكة ومتداخلة تنبه إلى حقيقة ساطعة آمل أن نتحد جميعا في رؤيتها على ما هي عليه، وهي أن الأمن القومي العربي وحدة مترابطة وكل واحد لا يتجزأ، له عنوان واحد وقضية كبرى هي صون الدولة الوطنية، الدولة التي تطبق حق المواطنة الكامل والمتكافئ للجميع، كل له حقوقه فيها وكل عليه التزاماته فيها، الدولة التي تصون استقلالها ووحدتها وحفظ تكامل ترابها وسيادتها والدفاع عن حق شعوبها في العيش الآمن الحر الكريم. إنما يتهدد أمن العرب في أقصى المشرق ليس بعيدا عما يواجههم في القلب أو في أقصى المغرب، والعكس صحيح، فالتهديدات واحدة وكذا ينبغي أن تكون الاستجابة. إن حاجتنا تشتد اليوم أكثر من أي وقت مضى لمفهوم جامع للأمن القومي العربي. سيادة الرئيس، مثل ما قلتم نتفق عليه جميعا ونعمل في إطاره، مفهوم يلبي حاجة دولنا كل دولنا إلى الاستقواء بالمظلة العربية في مواجهة اقتراءات بعض جيراننا والتدخلات الأجنبية في شؤوننا ومخططات جماعات القتل والإرهاب للنيل من استقرارنا، مفهوم لا يهون من خطر أي تهديد أو يمنحه الأولوية على غيره. فالقضية العربية كما أسلفت قضية واحدة من مسقط إلى مراكش. إن التدخلات
من جيراننا في الإقليم وبالأخص من إيران وتركيا، فقامت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها بل واستعصائها على الحل، ثم خلقت أزمات ومشكلات جديدة على هامش المعضلات الأصلية. لذلك فإننا نرفض كافة هذه التدخلات وما تحمله من أطماع ومخططات، ونقول بعبارة واضحة أن ظرف الأزمة هو حال مؤقت وعارض سيزول طال الزمن أم قصر. أما التعدي على التكامل الإقليمي للدول العربية ووحدتها الترابية فهو أمر مرفوض عربيا بغض النظر عن المواقف من هذه القضية أو تلك، كما أنه لا مجال لأن يكون لقوى إقليمية جيوب في داخل بعض دولنا تسميها على سبيل المثال مناطق آمنة. من غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية في شؤوننا الداخلية بدعم فصيل أو آخر تحت غطاء طائفي لا يكاد يخفي ما ورائه من أطماع إمبراطورية في الهيمنة والسيطرة. إن أزماتنا وبعضها وليس كلها من صنع أيدينا للأسف تكاد تستدعي منتهزي الفرص ومقتنسي الغنائم، وها نحن أمام إعلان أمريكي مناقض لكافة الأعراف القانونية المستقرة بل ولأسس النظام الدولي الراسخة. يمنح المحتل الإسرائيلي شرعنة لاحتلاله لأرض عربية في الجولان السوري. إن الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. إن الاحتلال جريمة وشرعنته خطيئة وتقنينه عصف بالقانون واستهزاء بمبادئ العدالة. إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى اغتنام المكاسب سواء في سوريا أو فلسطين المحتلة بتثبيت واقع الاحتلال وقضم الأراضي. وللأسف فإن مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تشجع الاحتلال على المضي قدما في نهج العربدة والاقتراع، وتبعث بالرسالة الخطأ للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بل إلى الأمة العربية كلها، وكأنها تحملهم عبئا فوق عبء الاحتلال ومعاناة فوق معاناة القمع والاستيطان ونهب عوائد الضرائب بالتضييق المالي والسياسي على المؤسسات الفلسطينية وهي عصب الدولة المستقبلية، وخنق وكالة الأونروا التي تعالج مأساة اللاجئين. وهكذا يهدف الاحتلال وداعموه إلى تقليص المكتسبات الضئيلة التي حققها الفلسطينيون من خلال التفاوض منذ عام 93، ويتلاشى أي أمل لدى الشعب الفلسطيني في أن يصير حل الدولتين وهو الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع الطويل أملا بعيد المنال بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة كلها. سيادة الرئيس، أؤمن إيمانا راسخا بأن العمل العربي المشترك ولو في حده الأدنى مثلما قلت يظل طوق النجاة وسط هذه الأنواع العاصفة، فدعونا نتمسك به ونوسع مساحته قدر الإمكان. وقد شهدنا جميعا الصدى الطيب للقمة العربية الأوروبية التي انعقدت للمرة الأولى في شرم الشيخ الشهر الماضي 24-25 فبراير، وقامت الجامعة العربية وتقوم بإذن الله باحتضان منتديات مماثلة مع عدد من الشركاء الدوليين والتجمعات والتكتلات العالمية الكبرى. إن الجامعة العربية تظل العنوان الأبرز والرمز الأبقى لكل ما يجمع العرب وما يوحد كلمتهم ويسمع الآخرين صوتهم الجماعي حيال كافة القضايا التي تتعلق بمصيرهم ومستقبلهم. وأثق تماما في حرصكم سيادة الرئيس على الحفاظ على دورها وزيادة تفعيله مع منحها دائما الموارد والإمكانيات التي تسمح لها بالنهوض بمسؤولياتها المتعددة في سبيل رفعة الأوطان والبلدان العربية ورفاهة هذه الشعوب. أشكركم ووفقكم الله إلى ما فيه خير الأمة ورفعتها ووحدة كلمتها. شكرا سيادة الرئيس. أشكر معالي السيد الأمين العام على ما جاء في كلمته الضافية.